وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، تحية لك أولا. يعني كيف ترى المقاربة الشاملة المكونة من 5 محاور والتي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة جدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة ومكتوبة بعناية، وأظن أن المحاور الخمسة التي رصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلماته تصلح ل يعني منهاج عمل مهم في العلاقة المصرية العربية مع الولايات المتحدة، وربما حتى يعني تصلح في كثير من العلاقات الدولية بمنطق أنها تضع يعني أو تعالج بعض القضايا الأساسية في علاقة العالم العربي بالولايات المتحدة وربما بعض القوى الكبرى. ظني الشخصي أن لو أننا تمكنا يعني الدول العربية مع الولايات المتحدة تم العمل بموجب هذه النقاط الخمسة كمفاتيح للعمل في الفترة المقبلة سيكون تطور مهم. لكن كما نعلم أن العالم لا يقوم فقط على المبادئ وعلى يعني التي رصدها الرئيس فقط، ولكن يقوم أيضا على حقائق القوة. وبالتالي أتمنى أن يتم التعامل مع هذه الكلمة خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة صحيحة، خصوصا في المحور الأول الذي تحدث فيه السيد الرئيس على القضية الفلسطينية. هذا هو المفتاح، أحد المفاتيح الرئيسية لقضية لحل مشاكل المنطقة العربية كلها ومنطقة الشرق الأوسط، هو حل القضية الفلسطينية. بدون حل هذه القضية أنا أظن سوف نستمر ندور في الحلقة المفرغة. كان جيدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقول بوضوح أمام الرئيس الأمريكي وأمام القادة العرب، 8 من القادة العرب، أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، و تكثيف الجهود المشتركة لإحياء مسار عملية السلام. هذا هو الأساس، لأن في كل مرة التطرف يجد ذريعة في عدم حل هذه القضية في المنطقة العربية. أستاذ عماد، أيضا نتابع جميعا الظروف العالمية البالغة الأهمية والحساسية بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية والتي تعقد في إطارها هذه القمة. برأيك إلى أي مدى تمثل هذه القمة انطلاقة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة بالقمة؟ بطبيعة الحال هي جزء مهم، لأنه القمة بتبحث أيضا عن أمن الطاقة وأمن الغذاء ودور القضيتين، كل دولة بطريقة أو بأخرى من الدول الحاضرة والمهتمة بهذه القضية، والعالم كله بات مهتم بهذه القضية. نعلم جميعا أن الحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى مشاكل كثيرة جدا في العالم بأكمله، خصوصا قضيتين أساسيتين: ارتفاع أسعار البترول ومعظم الطاقة، ثم تعطل سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والخوف الحقيقي من الركود التضخم، يعني ليس فقط تضخم ولكن ركود وتضخم. وشفنا تأثيرات في دول عديدة من العالم بصورة أو بأخرى، نزر صعبة جدا. وبالتالي بدون تعاون إقليمي ودولي حقيقي وبدون القضاء على مسببات هذه الأزمات فسوف تزيد الأمور سوءا، وإحنا شايفين العالم بأكمله بيتوقع مزيد من الأخبار السيئة على المستوى الاقتصادي في كثير في كل القارات تقريبا وفي غالبية دول العالم إلا من رحم ربي. تابعنا اليوم لقاء السيد الرئيس ونظيره الأمريكي على هامش قمة جدة، يعني كيف تقرأ هذا اللقاء ودلالاته؟ هذا اللقاء في منتهى الأهمية، هو اللقاء الأول بين الرئيسين خصوصا منذ انتخاب الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة. القراءة المتعمقة في البيان الذي يعني ألقاه أو نشره السفير بسام راضي على صفحته يقول بوضوح أنه الإدارة الأمريكية بتتطلع لتفعيل أسر تعاون ثنائي مشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين البلدين وتطويره، وأن الولايات المتحدة بتقدر الموقف المصري في تعاون عملية السلام ونشر السلام في المنطقة، والولايات المتحدة شكرت مصر بوضوح على دورها في القضية الفلسطينية. في كلام تاني جزء مهم جدا عن الرئيس، رحب بالرئيس الامريكي واكد حرص مصر على دعم العلاقه المتميزه بين البلدين
مصر العلاقات المصريه هي علاقه مهمه وعلاقه راسخه، وانا اظن لقاء النهارده بيعيد تاكيد الدور المحوري لمصر ويتصدى لمحاولات التشكيك الكثيره اللي تمت او المحاولات التي حاولت التقليل من شان هذه العلاقه او التاثير فيها. طب إيلان تشير هذه العبارات، فهي ليست عبارات بروتوكوليه، هي لها دلاله، برايك الى ما تشير؟ يا فندم مجرد عقد اللقاء هو شيء مهم، شيء مهم لانه هو اقرار حقيقي لدور مصر باهميه مصر. الولايات المتحده قوه كونيه كبرى ومنشغله بقضايا العالم باكمله. فعندما يلتقي الرئيس نتذكر انه الرئيس الامريكي اتصل مرتين هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يشكره على الدور المصري في وقف العدوان الاسرائيلي على غزه والتواصل لوقف اطلاق النار. هذا كان ملمح سريع وقتها، الان لقاء رسمي ولقاء مباشر وجها لوجه، ده تطور مهم في علاقات البلدين، وانا اظن ان هو بيعيد العلاقات الى مسارها الطبيعي، هذه نقطه، كما ان القمه نفسها القمه العربيه الامريكيه هي استفاقه امريكيه حتى لو كانت متاخره لكنها مهمه، كانت هناك بعض الاوهام في بعض الدوائر الامريكيه بشان العلاقات مع المنطقه ورؤسائها وقادتها. قمه النهارده هي بتعيد هذا الامر، بتؤكد ان الولايات المتحده عادت الى المنطقه وانها فكره الاستغناء عن المنطقه ثبت انها غير صحيحه. هناك مخاوف امريكيه من صعود الدور الصيني والروسي في المنطقه، هناك حاجه امريكيه ملحه للطاقه وامداد الطاقه خصوصا من المنطقه العربيه، وبالتالي اليوم كان هناك تصحيح لمفاهيم خاطئه تمت في الفتره الماضيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق.